أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري الأدبي، الإسلامك سيلكشنز أو المختارات الإسلامية. نبدأ بالوحدة السابعة بسرعة، وهي اعتناق سيدنا عمر للإسلام. عمر's adoption of Islam. عمر's adoption of Islam. عمر adoption of Islam. هنقرأ الكلمات عشان تفهموا النص بسرعة. كلمات اللي هي تبدو أنها جديدة، أول كلمة عندنا لا يضارع أو منقطع النظير، ملوش مثيل يعني. unrivaled unrivaled unrivaled، حاجة كده ايه، واو يعني. طيب تاني واحدة efforts efforts efforts، طبعا جهود. eloquence 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 معناها فصاحة. glittering 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 معناها ايه، لامع. idols 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 معناها أصنام. the second caliph معناها الخليفة الثاني. the second caliph the second caliph الخليفة الثاني. طيب الناحية الثانية strenuous strenuous معناها مضني أو متعب قوي يعني، مجهود شاق جدا. strenuous دي صفة طبعا. rhetoric معناها بلاغة. rhetoric معناها إيه، بلاغة. rhetoric ماشي. pray to الله، تضرع إلى الله، جاي من كلمة pray اللي هي يصلي. pray to الله prayed to الله. طيب paradise orienting الوجهة الجنة، أو يعني مخلي قصاده الجنة، أو ناوي إن شاء الله وجهته الجنة. Paradise Orienting. طيب Monotheism معناها التوحيد. Monotheism معناها التوحيد. عندنا Founder معناها مؤسس. Founder معناها مؤسس. طيب نرجع تاني ناحية الشمال، أعظم دولة The Greatest State. The Greatest State معناها أعظم دولة. criteria معناها معايير. firm faith الإيمان الثابت. firm faith الإيمان الثابت. equality المساواة. abusing يسب أو يسيء المعاملة. influenced معناها متأثر. false ideas معناها أفكار مزيفة. immunized against معناها محصن ضد. immunized against. طيب عندنا بعد كده قلنا أعظم حضارة معناها the greatest civilization. the greatest civilization أعظم حضارة. pure Islam الإسلام الخالص، مش الخاص، الخالص. harm أذى أو يؤذي. justice عدالة أو عدل. their so called gods ما يسمى بآلهتهم أو آلهتهم المزعومة. their so called gods ماشي. the wrong impression معناها ذلك الانطباع الخاطئ. wrong impression wrong impression. بعد كده عندنا sword معناها سيف. sword معناها ايه، سيف. طيب ده بالنسبة لإيه، للقسم الأول من الكلمات. دي بالنسبة للكلمات. راجع بقية الثالثة، مش عايزين توصية، راجع الكلمات احفظوها كويس. وهنخش دلوقتي على الجزء الأول. الجزء الأول بيقول in fact في الحقيقة الإسلام's success was fundamentally based on Allah's will. يعني الإسلام إنما نجح وتقدم وصار الإسلام الذي نعرفه كان إيه، مبنيا على إيه، إرادة الله. Allah's إيه، Allah's will. will معناها إرادة، W-I-L-L اللي هي احنا حافظينها بمعنى سوف، يعني تيجي بمعنى إرادة وعزيمة. يبقى الإسلام success تمام كان مبني عليه was fundamentally بشكل أساسي based on مبني على Allah's will تمام، والباقي مترادفات أو يعني معاني إضافية. power support and guidance and unrivaled great and strenuous efforts rhetoric eloquence honesty truthfulness and the firmest belief of Allah's seal prophet. دخلنا على النقطة الثانية. يبقى لو سألك في الامتحان وقال لك what was Islamic success fundamentally based on، طبعا تقريبا السؤال ده مكتوب أول سؤال عندكم. دقيقة، what was Islam success fundamentally based on، تمام كده، هذه هو السؤال الأول. يبقى هيسألك في الامتحان يقول لك what was Islamic success fundamentally based on، يعني نجاح الإسلام أو وجود الإسلام وحياته نجحت بأنه سبب، بأي سبب، طبعا معروف السبب. أول حاجة Allah's will، رياضة الله. تاني حاجة الصفات دي كلها
بتاعت مين؟ سيدنا ايه محمد. ممكن تختصرها يعني غصب عنك عشان مش هتحفظ الكلام ده كله. هتقول ايه نمبر 1 او رقم واحد لما يسألك السؤال؟ تقول الله's will. 2 the firmest belief of Allah's seal prophet محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم 2 اللي هو ايه الايمان الثابت لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لانه هو كان السبب المرسل لهداية الناس بالإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى what was Islamic success was fundamentally based on. رقم واحد الله is will. افتكرت باقي الكلام قول support و guidance و unrivaled great and تمام. ما افتكرتش يبقى رقم واحد الله is will. خش على النبي على طول بعد كده يبقى ايه the belief او the firmest belief of Allah's prophet محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في حد تاني؟ اكيد طبعا الصحابة. And the great efforts of the companions of Allah's Prophet and the Apostle Muhammad peace be upon him. يبقى ايه الصحابة ال companions. يبقى تفتكر ثلاث كلمات مهمين Allah's will, the seal prophet خاتم الأنبياء سيدنا محمد، مش لازم طبعا كلمة seal، the prophet محمد ينفع برضه تمام. وآخر حاجة ايه ال companions اللي هم مين؟ الصحابة. جاي من كلمة companion معناها مصاحب أو ايه صاحب companion. طيب يبقى ده السؤال الأول. خلصنا؟ طيب طيب نشوف المعلومة اللي بعدها. It was in those early days of Islam that Prophet Muhammad peace be upon him prayed to Allah glory be to him to open the eyes and the hearts of the certain men to the guiding glittering light of Islam. يعني في تلك الأيام الخوالي الأولانية early days الأيام القدام يعني بتاعت الإسلام الأولانية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ prayed to الله، دعا الله، تضرع إلى الله، pray to open إنه يفتح the eyes عينين and hearts وقلوب، قلوب مين؟ of certain men رجال مخصوصين. طبعا احنا عارفين الحديث دعا الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين تمام. to the guiding glittering light of Islam للنور اللامع أو المشرق الخاص بالإسلام. Among those whom Prophet Muhammad peace be upon him hoped to be guided to the right paradise orienting path. مين من ضمن دول كان عمر؟ مين؟ ابن الخطاب. ودي فيها سؤال اهو. whom did ايوه whom did Prophet Muhammad peace be upon him hope to be guided to the right path of Islam. مين هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم امل او تمنى انه يدخل الاسلام؟ whom did Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم peace be upon him hope to be guided to the right path of Islam. طبعا الإجابة معروفة، سيدنا مين؟ عمر ابن الخطاب. خلصت السؤال ده؟ يبقى whom did Prophet Muhammad peace be upon him hope to be guided to the right path of Islam عمر ايه ابن الخطاب. طيب في سؤال بعده بيقول what did عمر ابن الخطاب worship before embracing the religion of Islam. هنشوف. خلصت الجزئية دي. يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمنى انه ايه يدخل سيدنا عمر الاسلام. نشوف المعلومة اللي بعدها. It was in those early days of Islam that عمر بن الخطاب like many Arabs in Arabia worshipped idols far away from monotheism the light of Allah the right path and the right belief in Allah the one the seal scripture the holy Quran and the belief in the seal prophet and the apostle Muhammad peace be upon him. ما تتخضش، الكلام ده في اضافات كثيره وفي مترادفات ملهاش اي لازمه، استغفر الله العظيم. يعني هو القصه كلها هنا عايز يسالك سؤال بسيط، بيقول لك ايه what did عمر بن الخطاب worship before embracing the Islam. يعني ايه كان عمر بن الخطاب بيعبد قبل الاسلام؟ كان بيعبد الايدلز بس، ما فيهاش حاجه. خلاص what did عمر بن الخطاب worship before embracing the religion of Islam. what did عمر بن الخطاب worship عبد مين قبل ما يعتنق embracing معناه يعتنق the religion of Islam. عبد مين؟ ال idols الأصنام تمام. يبقى هنا بيتكلم على نقطة واحدة بس مهمة تمام، والباقي كله نص، والباقي كلها أسئلة yes or no اللي هو إيه was it or was that far away from monotheism. كان الكلام ده بعيد من التوحيد yes. was that far away from the light of Allah yes. هل كان بعيد عن نور الله yes.
was that far away from the right path and the right belief in Allah? Yes. وهكذا. طيب النقطة اللي بعدها بيقول بروفيت بيقول لك beside he was one of the bitterest enemies of Muslims who hosted enmity, hatred and spleen from for them so plentifully in his heart that no Muslim could imagine that such a person would later on in a few years time became the second caliph and the founder of the greatest state in history, the builder of the greatest civilization ever known by humanity and possessor of the greatest Islamic values, virtues, concepts, criteria, pure Islam, deep faith, and peerless piousness and righteousness. ايه عايز يقول هنا؟ برضو ما تتخضش. ما تتخضش لان المعلومة بسيطة جدا هنا اللي بيقولها، لكن زي ما قلنا المترادفات والاضافات اللغوية كثيرة طبعا، ودي من عيوب الاسلامك سيلكشن. للأسف الناس اللي كاتباه ما راعتش مستويات الطلاب في الموضوع خالص. تمام، هو هنا عايز يديك معلومة واحدة مهمة والباقي كله إجابات صح وغلط. يعني المعلومة الواحدة المهمة إن سيدنا عمر كان طبعا زي ما قلنا بيعبد الأصنام، وبيسايد هي واز، وكان يعني أحد أشر أو أشرس بيترست إنيميز أوف مسلم، أحد أشرس أعداء المسلمين والكارهين له، ومحدش كان يعتقد أو يتخيل could imagine that such a person would later on in a few years في سنين قليلة few years time become the second caliph the founder of the greatest state، يبقى مؤسس أعظم إيه دولة في التاريخ، وباني greatest civilization أعظم إيه حضارة. خلاص بس عايز يقول الحتة دي، يعني هيسألك في الامتحان يقول لك مثلا could Muslim imagined كان يتخيل ذات بإنه إيه بإنه that such a person would later on in a few years become the second caliph، هتقولوا no. خلاص ما تقلقوش هحل معاكم الأسئلة برضو، بس افهموا المعاني الأول. It was in the opinion of the unbelievers that Allah's seal prophet and the apostle Muhammad peace be upon him had caused severe harm to the tribe of Quraysh by his call to equality and justice by abusing their so-called gods. عايز يقول لك انه في رأي الكفار الـ unbelievers كان النبي صلى الله عليه وسلم had caused severe harm، اضرهم اشد الضرر، severe harm to the tribe، لقبيلة مين؟ قريش. تمام، لأنه هو بيدعو لإيه؟ الإيكواليتي، هم مبنيين على إيه؟ العبودية والسيادة. justice العدالة، abusing their so called gods، وكمان إيه بيؤذي أو بيمتهن الآلهة المزعومة الكفار، يعني الآلهة الكفار. تمام، المعنى ده تأثر به مين؟ عمر بن الخطاب was influenced by that wrong impression، تأثر بهذا المعنى. إيه هو المعنى ده؟ إن هو أتى ليؤذي آلهتهم وليحقر منهم وليقوم بالمساواة المجتمعية التي ستفسد مجتمعهم. False ideas and was consequently filled with both hatred and anger against the Prophet Muhammad، واتملأ بالغضب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. He took his sword لدرجة انه اخذ السيف بتاعه and went to seek Allah's Prophet